يا هلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. شحالك؟ عطنا الاسم الله يحفظ. ناصر احمد علي مشيعي. وش انت مسوق؟ والله تابع المزينات في كل منطقه. وش معك؟ عندي البر الحضرمي، اي، وعندي التمور بانواعها السعوديه ما شاء الله، والعسل الحضرمي دوعان، طيب، وسام الغنم ما شاء الله. طيب الحين بضاعتك هذه يجي عليها سحب كيف؟ يعني انت شاء الله. الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. كل سنه وانت تسوق في المجالات؟ 12 سنه. طيب اعطني علومك من العام، من العام ودون. من العام ودون الحمد لله الامور طيبه. العام جيت في سويحان؟ نعم. فرغت بضاعتك؟ الحمد لله. وين تعبي منه؟ وين تاخذ البضاعه؟ التمر يجي من السعوديه، هو الطحين يجي من حضرموت. من حضرموت؟ ايه. كلها كم كيس الطحين؟ كيس على 200. 200؟ ايه. والتمر؟ والتمر على انواع حسب الجوده. يعني بضاعه مربحه ان شاء الله؟ لا الحمد لله، اللهم لك الحمد. معك احد في المهنه هذه ولا بس وحدك؟ لا والله ناس جنب جنب، كل رزق على الله. الله يرزقك يا رب. والعسل كم العسل؟ العسل دعني على 1000. على 1000؟ القزازه؟ أيه. لا دبه. وش بتضيف؟ هذا ضيف من زينه الرزين ذي، ايه؟ كل سنه الحمد لله. نعم. حصل خير فيها، والظفره مقبل علينا ان شاء الله. والامور طيبه في بلاد الخير. خلي الله شغالين كلهم. شو تقول اللي سووا المهرجانات؟ اقول الفضل لله من الشيوخ اول شيء. نعم. اللي مسوي المهرجان تراث الاجداد اللي خلوه على طول. نعم. عهد زايد لحد الان هو ماشي. احسنت. وجزاهم الله ميت خير. شكرا لك، الله يحفظك، شكرا لك. حياك الله. من المحلات، محلات السوق يتواجد فيها كل شيء، كل شيء من الأدوات اللي يحتاجها الزائر أو يحتاجها المزاين أو يحتاجها المسوق، من جميع الأنواع أو الحاجيات اللي يحتاجونها، الأجهزة، الفرش، أدوات الطبخ، أدوات شبة النار، كل حاجة موجودة. نتواجد وياكم طبعا مشاهدينا في مزاينة رزين وفي السوق الشعبي. طبعا السوق الشعبي مثل ما نشاهد وياكم هناك زحمة عليه من جميع الجوانب، من المتسوقين ومن طبعا من الوافدين اللي موجودين يدورون الشغل في المكان هذا. رايحين نسوي معهم مقابلات، ورايحين ان شاء الله ناخذكم جميع هالسوق او جوانبه من جميع الناحية التسويقية ومن جميع الحضور. وخلوكم معنا مشاهدين. يا هلا وسهلا، السلام عليكم. وش حالكم يا الربع؟ اهلا المملكه. يا مرحبا. يا هلا بيك. مرحبا، اهلا المملكه. عطنا الاسم الله يحفظك. ما بيك يا علي ادم، فضل الله. منين يا؟ من السودان. ادري انك من السودان. من كسلة. من الله عينت الوزير، مبروك، شلونه؟ والله بخير الحمد لله، سرك حاله. كيف الارض الحين؟ والله بخير الحمد لله، والله خضراء. طيب وش عندك انت في رزين؟ والله في رزين ندور شغل عن المزاين، شغلت المزاين هذه. كل سنه وانت في المزاين؟ هاي كل سنه في المزاين ان شاء الله. كيف الشغل فيها؟ والله الحمد لله شغل زين، والله تمام مره. طيب وش تقول للي يسووا هالمزاينات؟ خلوكم تشتغلون وخلوكم تستانسون وتتقابلون. والله نقول ان شاء الله ربنا يوفقهم ويطول في اعمارهم، ويطول رئيس الدوله. نعم. حفظه الله، يطول في عمره. نعم. ويوفقهم كلهم اللي سووا هالمهرجان والتراث هذا الطيب، والتراث الزين هذا. الله يباركهم ان شاء الله، ربنا يعطيهم العافيه ويطول في اعمارهم ويوفقهم. يعطيك العافيه. عطى الشباب اللي بيتكلم. أحد عنده قصيدة سودانية؟ لا والله ما عندنا، عندنا شكر بس. هات. كيف حالك؟ عطنا الاسم الله يحفظ. الاسم حمد الله بلع ضجيت. ونعم يا عبد. نعم.
كيف حالكم؟ الله يحييك. الله طيب. تضيف على كلام اخونا؟ والله ما في كلام، جزاهم الله خير وان شاء ربنا الحي نقول الله يديه العافيه والصحه ويطول في اعماره، والميت الله يرحمه ويغفر له ويسكنه في سحر جنات. امين يا رب. والله مستانسين، كاننا ما انا جانب، كاننا شغالين، كاننا في هنا. ما انتوا بجانب؟ لا والله من الجانب في الامارات. نعم. اشكرهم والله، كاننا في عربنا ما في غاد. الامارات والسعوديه والخليج كله. والله الخليج كله منعم فيه، والله نعم. اهلنا واخواننا. احسنت. والله والسعوديه خلها، السعوديه هذيك ما اصلا محبه، والعرب كلهم محبه عندهم. احسنت. اي والله. شكرا لك. ان شاء ربنا يرحم المسلمين والمسلمات ويدي الصحة والعافية كل العرب. يعطيك الصحة والعافية. ان شاء الله والامن والامان يا رب العالمين. ويحفظك انت ويحفظ الشيوخنا. امين يا رب. الله يرحم شيخ زايد. امين. والله يخلي شيخ محمد ويديه الصحة والعافية. يا رب. شكرا. ويحفظنا ويؤمن البلد كل بلد المسلمين يا رب العالمين. شكرا لك على الكلام الجميل، شكرا لك. يا هلا وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. كيف حالك؟ معك صالح اخوي، ان شاء الله طيب. مرحبا يا صالح. وش حالك؟ كيف صحتك انت؟ الله يحييك. وش بتضيف على كلام الشباب؟ والله الشباب دين طبعا المداخلة حقتهم مداخلة طيبة. ايه. ونسأل الله رب العرش العظيم هو الحي يدي الصحة للناس القايمين بالمهرجان هذا. امين. ويبلغ في عمرهم ان شاء الله. امين. ويحفظ الشيخ محمد بن زايد. امين. ويرحم الشيخ خليفة. يا رب. ويحفظكم انت جميعا شباب الخليج. ويطول في اعماركم ان شاء الله. شكرا لك يا جزاك الله خير انت، وجزاك الله خير للمبدع، انت انت مبدع ذاتك والله. تسلم في المهرجانات وتزول ان شاء الله. يعني متابع لكم في العساس. ان شاء الله باذن الله تعالى، وان شاء الله ربنا يحفظ دوله الحرمين الشريفين ان شاء الله. امين. ويطول في اعمارهم ان شاء الله. شكرا لك. نحن احبابنا ناس كل الخليج وكل السعوديه احبابنا. أكيد. الله يحفظك ورعاك يا طيب يا من الطيب. شكرا لك الله. حفظك الله ورعاك، شكرا لك كثير يا السلام حياكم الله مشاهدينا، طبعا نتواجد وياكم في مزاينة رزين وعند في هالجلسة الجميلة اللي فيها طبعا من اخوان العمانيين والاماراتيين والسعوديين وما شاء الله تبارك الله. يا معولي. نعم. كيف حالك الله يسلمك؟ خير بشرك. عطنا علومك من العام اللي الحين. علومي والله طيب، تزين بالسنة ما تزين تزين باليوم ما تزين بالسنة. ما شاء الله تبارك زين. الله. زين، صرت على الامارات تزين باليوم ما تزين بالسنة. نعم. الله طول عمر محمد بن زايد ان شاء الله. امين يا ربي. والله يسكن زايد الجنة. اي بل الله يرحمه. يوم شام له المطر اللي يسقي اول سقى الحينه. نعم نعم. وانا صادق بالله صادق. مزاينات اول مزاينتين والحين خمس مزاينات ما شاء الله. والبيلق سواه، والبيعات والمشتريات اشتويت، والوادم ترزقوا، راعي الزانه باع زانته. ايه؟ وراعي السير ويجي سوى له حركات. والحركه من وتر الله ووتر محمد بن زايد ما شاء الله هو بناها. علمنا. شاركت في سويحان؟ شاركني في سويحان والنصيري. إيه؟ والخيري وبيض الله ويوه القان. استاهلون. اللجنة اللي حضرت واللي شبهت ولكل الفاعل والقوام اللي في سويحان. نعم. ولفي الرزين ان شاء الله يستوى مستواه ميّ يجي باليوم الزين. الحين احنا في رزين، شو انت مجهز؟ في الرزين مجهزين الحلال الخير والعرب. إيه؟ مجهزين. إيه؟ والرواد مجهزة والنصيب عند الله. ما شاء الله. ومسوين بعت ولا ما بعت؟ ابيع ما بعت، غير اقول لك. ايه؟ حنا البيع ما نتكلم ملاقات الويوه الطيبه. احسنت. فهمت. ايه؟ حنا اليوم نتبع الخيام، حتبيع زانه، حتبيع دنجو. ايه؟ حتبيع السيمان ما شاء الله. عدو بعدين. ايه؟ ويترزقون من الله ومني. لا اله الا الله يرزقهم. والله يرزقهم. نعم نعم. طيب نبغى والحين ما بطلب الله يطول عمر محمد بن زايد. امين. 100 ناقه باطنيات عمانيات بين. إيه؟ في حفل محمد بن زايد. إيه؟ والله زايد الكبرى. وحن وحن اخوته من سابق ولاحق. بيض الله وجهك. هالعمان وهالامارات اخوان. طيب نبغى لنا تغروده. ما فرقهم شيء. نبغى لنا تغروده عمانيه.
تمشي بسعادة قولها تمشي بسعادة اي بلا زينة تلقى العلايم كل الخلايق يطلبون وبوصنك لم بيت الرذيعي وزعنا لغالي جيبونا وحي ذم يما لا الغربة حول زين ذم للجماتي وشمت بشمل وذكره تكعم عيون شحفاتي سمحوني يا رب تسلم بيض الله وجهك بيض الله وجهك تفضل يا مرحبا ومسهلا عطر الاسم الله يحفظك أنا طال عمرك قرب المقرون بس من سلوم بصقر الوهيبي تفضل ونعم يا الوهيبي نعم مسوق ولا مشارك ولا زاير ولا علمنا بعلوم حن والله طال عمرك مسوجين مسوق هاي نعم عساك بعت ولا مشاركين الربع الله بعت ولا باقي والله الحمد لله طول الله عمر الشيوخ الحمد لله بانين الشي ذيه جمهور الهجن يبله شوفه لا ترزقت من اهل العالم وتبيع من كل شيء على سبب الهجن ما شاء الله تبارك والهجن هذه الحين تاج استوان وطول الله عمر محمد بن زايد والله يرحم زايد آمين. هذا شيء سووه هم سواه زايد وصار عليها محمد بن زايد طيب وش يا وهيبي وش السلاله المطلوبه عندكم في الاسواق والله السلاله مطلوبه السلاله الطيبه الناس مشاركه من كل نوع الله مشاركه طال طيب وش السلاله مشاركه طال عمرك محليات ومشاركه طال عمرك مياهيم المياهيم آه نعم. المحليات اي نعم عطني السلالات اللي عندك السلالات طال عمرك هني الاصل بخبرك ويش هني ماشي باطل هي شوف عمانيه شوف يا رجل الخير هني هني ماشي ابن غبيان ابن صوغان ابو طلعه الله كلهم فيه هذه السلاله حلو غبيان مصيحان من كل سلاله حلو شوفه شاهين متولفه السلاله ما شاء الله شوفه وهناك عليه جمال المطيه من تكون المطيه فريده وجماله غير الناس كلها ترشح حي ولا سابق اخر سابق ذاك هناك في الوثبه رئيس الوثبه شوفه وحنطول الله عمار الشيوخ نشكرهم على هذا الشيء الطيب وعلى هذا المهرجان العالمي للعالم ترزقت منه من وراء بوش اول شيء ترزقوا اهل بوش ومن عقب الاشخاص اللي ترزقوا من وراء بوش من كل سلعه اللي يبيع عصا اللي يبيع عتاد اللي يبيع ريان سمع مني زوان تراث اللي يبيع بوش اللي يبيع من كل شيء خيام من كل شيء مره من كل شيء متوفر وهو علشان بوش هذه تبع بوش الخيل هذه التجاره هذه تراها تابعه بوش صحيح وبوش الروح عن تجاره والخيل اللي وراه عن تجاره يا رب طول الله عمر محمد بن زايد طول الله عمر بن زايد والله يغفر زايد هذه كلها من مسيره زايد صحيح هذه كلها الخير هذه من مسيره زايد الله يرحمه الله يرحمه وزايد حنا زايد حي ترى من يكون سمح حي صحيح. حي وسم زايد ما حد بينساه علينا الدنيا تخلص جنبه نعم علينا الدنيا هذه كلها بشره تخلص من الارض سم زايد ما بالنسى ابدا مرة الحين اياه طال عمرك الاثار من ود ثلاث اي نعم الحين طال عمرك اياه الاثار ومليت السن من 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 اربع سنين فوق ثلاث سنين ذكر زايد ما شاء الله تبارك وطول الله عمر زايد وزايد وسان على منهجني شكرا لك وزايد غير طول الله عمر شكرا هذيك اللي هناك اللي ورا شكرا وين هذه وش هذه يا وهيبي؟ هذه طال عمرك زانه وين تحطها؟ يسوونها طال عمرك يسمونها فقارة ايه؟ فقارة ويسوونها للناقة ايه؟ هذه تكون قدام الغارب ايه؟ وهذه تكون عليها مركبة هذه تعطيها منظر جميل؟ اي نعم منظر جميل نعم هذه بريسم ايه؟ بريسم الهند سلك البريسم ما يتحصل في السوق هذه سلك البريسم يقوده اي نعم هذه طال عمرك ما يتحصل هذه الا ايه؟ من الهند هذه الخيط هذه اي نعم ما شاء الله من الهند وهذه جلادة ولا وش وين هذه جلاده طال عمرك هذه يسمونها ربجه
هني ربجة جاها ربجة قلادة ما تزينت اي نعم ما زينت هاي قلادة وش اي نعم اي نعم طال عمرك هو دي طال عمرك عصا هذه عصا طال عمرك اي نعم هذه كلها تسوى هذه العصا طال عمرك ترزقني منه وعيشني عيالني منه وبعناها في السوق هذه علشان ابوش هذه على سبب ابوش هذه الحلال للعالم تربع وراها نعم احنا نبيع عصي ونبيع عسل ونبيع العتد الله ونبيع من كل نوع طال عمرك الله يرزقكم يا رب شوفوا والحمد لله على كل حال شكرا لك شكرا لك شكرا تبغى اغنيه ولا شيء اي بله عطنا خربت العراوي عاوسي الوساودة ابغى عيناوي عم اولى ضواينهم خليت عراوي عاوسي الوساودة ابغى عيناوي عم اولى ضواينهم تبعني نهمبل همبل 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 تكفى يا معولي همبل يا معولي عاش ما الليادي على غوايرة ذهب طويلة يا مر 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 هلا هلا يا شارع المدي عليكم السلام يا هلا وسهلا اقرب شوي هلا وسهلا